ماذا لو عاد الميت من قبره وأعطي مهلة أسبوع ليعود إلى القبر من جديد؟ ماذا سيقول لنا؟ وماذا سينشغل به؟ أما ماذا سيقول لنا؟ سيقول: إن خير الزاد التقوى. ماذا سينشغل به؟ والله يقينا لن ينشغل بما نحن منشغلون به. سيعلم أن ركعتين يركعهما في ظلمة الليل أحب إليه من الدنيا جميعا. يكفيه أن يقول: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، والله أكبر، خير مما طلعت عليه الشمس. سيعفو عن ذاك الذي ظلمه، سيتصدق إن كان له مال، سيقول لأبنائه: المستقبل ليس في الجامعة، المستقبل في طاعة رب العالمين.